عزيز الرصاص، التصق بالتراب لتنجو. سننجو ونعلو على جبل في الشمال، ونرجع حين يعود الجنود إلى أهلهم في البعيد. ومن يسكن البيت من بعدنا يا أبي سيبقى على حاله مثل ما كان يا ولدي. تحسس مفتاحه مثل ما تحسس أعضاءه وأطمئن، وقال له وهما يعبران سياجة من الشوك: يا ابني تذكر، هنا صلب الإنجليز، أباك على الشوك سبارة ليلتين ولم يعترف أبدا. سوف تكبر يا ابني وتروي لمن يرثون بنادقهم سيرة الدم فوق الحديد. لماذا تركت الحصان وحيدا لكي يؤنس البيت يا ولدي؟ فالبيوت تموت إذا غاب سكانها.